طبعا كيضرني قلبي وكيضرني خاطري كانسان من غير كفنان. اولا يعني واحد الانسان عطى لبلادو كثير وعطى الفن وعطى الجمهور ديالو الطاقه ديالو وقته، يمكن انسان تي يمكن يعطي يخلي مثلا عائلته الصغيره وتيمشي باش يسعد العائله الكبيره، وفي الوقت كتلقى الظروف ضد داكشي اللي كانت شمتيني زعما تنتألم كضرني خاطري، لأنه الفنان كيف ما كان الحال خصو يكون عايش الوضع. ولكن أنا ما كنحملش المسؤولية لشي جهة معينة، وإنما تنحمل المسؤولية أكثر لينا حنا كفنانين، لأن ما كاينش واحد عندنا بزاف ديال الأشياء اللي يمكن لينا نتحدوا بها هاد الأزمات اللي كتوقع للفنان، كالنقابات كما كتعلمون يعني كما تعلمون أنتم كصحفيين. يعني دابا حاليا كاين واحد النزاع كبير في التعارضية، واحد النزاع كبير بين النقابات وواحد النزاع. حنا ما خصنا، حنا غانيين على أشياء، حنا الأشياء أسسناها باش نعيشوا واحد القضية. غادي نقولها لك الحبيبة ديالي، الفنان المغربي هو أضعف صالير في العالم، تعرف هذه القضية. والفنان المغربي هو الوحيد اللي كيمكن اللي ما عندوش يعني ما عندوش مثلا نقولوا ان كونت بانكير، ما عندوش فلوس، ما عندوش هذه، ولكن ملي كيجي شي حاجة اللي هي فيها إنسانية واللي فيها تطوع اللي فيها كتلقى يقول وسيمشي، يعني ما تيبخلش. مثلا نشوفوا الغربيين، الغرب مثلا تيدير الخيط تلقى مثلا واحد الفنان ميسور لاباس عليه، ما خاصو حتى شي خير، وانما ملي كدير شي حاجه بخير كيمشي كيساهم بفلوسه، كيساهم باسمه، وفهمتيني بمكانته. الفنان المغربي الواحد اللي كتلقاه مثلا نصف اعماله اللي دار في حياته كلها مساهمات. فما نبقاوش نعيبوا على الناس، راهم كاينين الناس اللي هما خدامين وعندهم مداخل شهريه قاره، ومع ذلك محاكين مع الزمان. فما بالك بالفنان اللي كيشتغل مثلا جوج ديال الاعمال في السنه، ولا فرقنا المدخول ديال ديك جوج الاعمال ديالو في السنه فرقناه على 12 شهر في الشهر في العام، عفوا في السنه، غتلقاي واحد شي حاجه ضئيله جدا 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 باش كيعيش شهرين هذاك الفنان. ف حيت كاين بزاف الناس تيعيبوا تيقول لك هاد الناس خدموا، هاد الناس راه هذيك الخدمه كاين 50% ديال الاعمال اللي يمكن دارتها عائشه مهما 50% ديالها تلقاي مثلا غير تطوعيه، يا اما مساعده المخرج كان اول عمل ديالو وقال لها تساعدي معايا، يا اما مساعده شي جمعيه مؤسسه معينه او جمعيه معينه او فهمتيني. دائما الفنان ماشي دائما راه مخلص واخد الثمن ديالو الحقيقي، واخد راه الثمن الحقيقي ديال عائشه مهما سولتي لو قلتي شحال كنتي كتخلصي راه غادي تضحكي له قالت لك شحال. فهادي هذا خلي داك كما تنقولوا داك الطبق مستور. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.